متابعات غدوة، مرحبا بكم في عدد اليوم لأشتاك نيوز. أول أمطار الخريف تعيد سيناريو انسداد الطرقات وغرقها بالسيول إلى الواجهة، بالرغم من التحذيرات المبكرة بضرورة تهيئة الطرقات وتنقية البالوعات. أفسدت هذه الأمطار أول يوم من الدخول المدرسي سنة 2021 وحولت فرحة التلاميذ إلى معاناة حقيقية في العديد من المدارس التي أغرقت مداخلها مياه الأمطار، أين اضطر الأولياء إلى حمل أطفالهم فوق الأكتاف. وشارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة الكوارث التي تسببت بها الأمطار تحت هاشتاغ بعيداً عن نشرة الثامنة. رئيس الفرنسي مانويل ماكرون عن مشروع قانون تعويض للحركيين الجزائريين الذين وقفوا إلى جانب بلاده خلال حرب التحرير الجزائرية، وطلب الصفحة منهم باسم فرنسا، وقال أن الحركيين خادموا فرنسا وجزفوا بحياتهم وعائلتهم من أجلها، لكن هذه الأخيرة لم تقم بواجبها إزاء هؤلاء بعد الحرب. الإعلان يعتبر غير مسبوق، يخرج عن الموقف المبهم المعتمد، لأن عودنا الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون عدم الحديث صراحة عن هذه القضية تجنبا لإغضاب الجزائر. طبعا هذا التصريح أحدث ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر. سعيد طوبال يقول الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يغازل أصوات الحركة قبيل الرئاسيات، لو تبقى منهم ما وجه ليحفظوه من انتخبوا عليه، لكن ماذا بقى بعد الخيانة من وجهه أصلا؟ ترشي نادية تقول ما قام به مانويل ماكرون اليوم هو استفزاز واضح وصريح ومباشر للجزائر حكومة وشعبا. أما أنجينور الجزائري يقول لا استفزاز لا، ولو هو يستميل الخونة وأولادهم للانتخابات لا أقل ولا أكثر، اعتذاره بالنسبة لي لا يقدم ولا يؤخر. أثار حذف صحيفة الوطن الجزائرية لمؤذنة المسجد الأعظم من صورة غلافها المخصص لتغطية جنازة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر. جنازة بالحد الأدنى كان هذا المانشيت لصورة التقطت بمنطقة المحمدية بالعاصمة يغيب عن خلفيتها مؤذنة الجامع الأعظم. وعلى خلفية الخبر أطلق ناشطون هاشتاغ مسجد الجزائر الأعظم هويتي استنكارا لفعل الصحيفة. نور الهدى تقول مسجد الجزائر الأعظم هويتي، من لافيجري إلى الجامع الأعظم انتصارا على من أراد تغيير هويتنا الضاربة في التاريخ. أما شريف بن باشا يقول هفوة لا مهنية ولا أخلاقية لجرنان الوطن بطمس أحد رموز الوطن حيث طمست المصداقية في صورة، فكيف نصدق أخبار صحافة لم تحترم ميثاق الشرف وعقد الصدق بينها وبين قرائها ولم تحترم مقدستها. هاشتاغ مسجد الجزائر الأعظم هويتي. فاروق سيف يقول المسجد جميل وتحفة معمارية، ولكن كان من الأولى صرف الأموال على القطاع الصحي والتعليمي. يا ترى كم من مستشفى بنيت بعد الاستقلال؟ الأغواط عاصمة الغاز خالية من أي مستشفيات للحروق، ولو أصيب أحد المواطنين بحروق يلجأ إلى السفر مئات الكيلومترات للعلاج. أما أحمد يقول هدفهم كيف يكون رد الشعب الجزائري؟ هل ينتبه ويندد أم يمر مرور الكرام؟ هم يريدون طمس الهوية. تقدمت الجريدة بالاعتذار لقرائها ووصفت ما ورد في صفحتها الافتتاحية بالخطأ التقني لا علاقة له بأي طابع. كانت هذه مواضيع عدد اليوم لاشتاغ نيوز، نلقاكم في عدد جديد. سلام.